كل عبادة لابد أن توافق المشروع. بالكم والكيف، الكم العدد، ما تصح صلاتك إلا الظهر إلا تصلي 4 ركعات أنت في الحضر، ركعتين في السفر، تصلي المغرب كم ركعة؟ 3 ركعات. لو صليتها 4 أو ركعتين ما صحت، لأن العدد الشرعي أن تؤدي صلاة المغرب 3 ركعات، ما تزيد ولا تنقص. وهكذا 7 أشواط بالبيت، وهكذا 7 حصيات ترميها، وكل ما جاء في الشرع بعدد واجب عليك أن تلتزم العدد. هذا الكم. والكيف الصفة، فالصفة ونحن في صدد هذا لابد أن تصلي الصلاة المشروعة بصفتها المشروعة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمثلا في كل ركعة ركوع وسجدتان، صح؟ أليس كذلك؟ طيب لو أن شخصا ما سجد السجدتين ثم قام وأتى بالركوع، يعني قدم السجود على الركوع، ما تصح صلاته. لو أنه ركع ولم يعتدل من الركوع نزل مباشرة إلى السجود، ما صحت صلاته. لو أنه سجد السجدتين لم يجلس بينهما، وإنما رفع بمقدار 4 أصابع ورد سجد السجدة الثانية، ما صحت صلاته. لماذا؟ لأن الصلاة إذا شرعت، وكسائر العبادة إذا شرعت بصفة لابد أن تأتي بصفتها المشروعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء: من توضأ نحو وضوء هذا، وتوضأ وهم يرونه، وصلى وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم. فلا بد المسلم أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في الكيفية، الكم والكيف.